أهلا بكم أينما كنتم متابعين قنوات أرتي عربي. من هنا من إسطنبول أنا إسراء المدلل أحييكم، والحديث اليوم عن لبنان بعد 11 يوما من كارثة انفجار مرفأ بيروت مخلفا 160 قتيلا و6000 جريح. أكثر من نصف المدينة بات تحت الركام في ظل وجود أزمة سياسية وإفلاس اقتصادي. يبحث اللبنانيون عن بريق أمل في حكومة تستحق الثقة وإعادة إعمار البلاد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا بشار الحلبي من بيروت، هو الآن مقيم في إسطنبول. ولكن بشار، أهلا ومرحبا بك معنا، الباحث القانوني والأكاديمي. شكرا إسراء على الاستضافة. أصوات شوارع بيروت وبيوتها المدمرة تصرخ هذه المرة صرخة استنجاد وقهر وكفى. أكثر من 300,000 شخص في العراء بعد أن فقدوا منازلهم في المدينة التي تعاني أصلا من أزمة سياسية واقتصادية حادة. هل سيولد هذا الانفجار انفجار آخر؟ أم تبقى الشعارات السياسية والطائفية فوق القانون ومعاناة الإنسان اللبناني؟ يعني عندما نتحدث عن انفجار آخر لازم ناخد بعين الاعتبار أنه هالانفجار حصل، الانفجار الشعبي اللي ممكن أنت يعني تتطرقي له حصل بلحظة 17 تشرين عام 2019، يعني من تقريباً 10 أشهر. الفكرة أنه يومتها نزلوا اللبنانيين على الشوارع بمختلف طوائفهم، بمختلف انتمائهم المناطقي والسياسي والأيديولوجي والديني إلى آخره، نزلوا على الشارع لأنه اعتبروا أنه بلحظة ما المنظومة الطائفية الحاكمة بالبلد لم تعد مؤهلة على أنها تحكم، خصوصا أنه وقتها التريجر أو المسبب الأساسي اللي فجر الوضع بهيديك الليلة هو فكرة الحكومة، وقتها الفكرة النابغة يعني من وزير الاتصالات سابقا بوضع تاكس أو ضريبة على اتصالات الواتساب تقدر ب$6 بالشهر. فإذا اللبناني بوقتها كان بمرحلة عم ببلش يخسر قيمة عملته، يعني بهديك المرحلة نحن لازم نتذكر أنه الليرة اللبنانية أو سعر الصرف كان بدأ ينهار، كانت قرابة الـ2000، يعني سعر الصرف الرسمي هو 1515 ليرة يعادل الدولار، بس بهديك المرحلة كانت بلشت تقرب على 2000 ليرة. فهيدا الشيء طبعا بالإضافة للأزمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا بلشنا نحس تبعاتها بيومياتنا أدت إلى ما أدت إليه. هلأ اللي صار بأربعة آب هو عمليا يعني زلزال وقصف نووي من المنظومة السياسية الطائفية الحاكمة المجرمة طبعا لا أهالي لبنان أولا وإلى بيروت يعني بشكل متخصص أكثر. العالم ببيروت وبلبنان كتير غضبانين، كتير في كراهية تجاه المنظومة الحاكمة، وكتير في حقد كمان، لأنه العالم إلى 10 أشهر باستثناء مرحلة اللي كان فيها كورونا والعالم اضطرت أنها تقعد بالبيت التزاما منا شخصيا قبل، يعني كمبادرة شخصية منا قبل ما الحكومة تأخذ إجراءات احترازية خوفا على صحتها وسلامتها لسببين: أولا لا ثقة بالقطاع الطبي الصحي. يعني خصوصا العام الصحي العام، والقطاع الخاص قلة قليلة بالبلد بتقدر تتحمل تكلفته. فالعالم ببيروت اليوم عطتها فرصة عمليا للمنظومة الحاكمة 10 أشهر لأنها تعمل إصلاحات كرمال تقدر تحصل على أموال من صندوق النقد، وكرمال تقدر تحصل على أموال من مؤتمر سادر، مؤتمر المانحين عام 2018، من أجل حتى إعادة تعويم نفسها يعني. ولكن فشلت هذه المنظومة يلي كانت مشكلة حكومة وحدة وطنية عمليا وأسقط العالم بالشارع إن تقدر تعمل أي إصلاحات بشار تجيب المصاري. قبل أيام معدودة فقط حسن دياب خرج وقال في تصريح صحفي قبل استقالة حكومته إن منظومة الفساد أكبر من الدولة، وأن هذا الانفجار أحد نماذج الفساد، وأن لبنان مكبل بمنظومة الفساد ولن يستطيع مواجهتها. ما تداعيات الثلاثاء الأسود على مستقبل لبنان السياسي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال ومحاولة الأطراف الدولية
خاصة الفرنسية التي جاءت على لسان رئيس ماكرون بالدعوة لحكومة وحدة وطنية. أولا حسان دياب إنسان يعني بالحد الأدنى منافق، لأنه حسان دياب بيعرف كيف وصل على رئاسة الحكومة بلبنان. في طرف سياسي اللي هو الأقوى بالبلد، الحلف المتشكل بين حزب الله ورئاسة الجمهورية، ميشيل عون وطياره السياسي، هن اللي حطوا حسان دياب بهذا المنصب، وهو بيعلم يعني بيعرف كتير حق المعرفة كيف بتتم العملية السياسية بالبلد. جرب يقنع حاله أنه هو بيمثل خط إصلاحي، وجرب حتى يدعي أنه هو بيمثل الأشخاص الموجودين بالشارع، علماً أنه يوم تم طرح الثقة بالحكومة أو عملياً أعطاء الثقة للحكومة، الناس تظاهرت على مداخل البرلمان وحاولت تمنع النواب من الوصول للبرلمان رفضاً منا لحكومة حسان دياب. ولكن إذن هو خرج بالإقالة، لم يخرج بالاستقالة بعد رفع طبعاً الغطاء السياسي عن حكومته طبعاً. ولكن طبعاً هناك أقوال أخرى تقول أنه دعوة إلى الانتخابات المبكرة هي السبب في هذا الـ يعني رفع الدعم عنه من قبل هذه الأحزاب الثلاثة. بالضبط، اللي صار عمليا أنه حسان دياب ولأول مرة منذ تعيين بهذا المنصب حاول ياخذ زمام المبادرة، لأنه لاحظ أنه عم بيتم تحضيره ككبش فداء من قبل المنظومة الحاكمة، يعني وتحديدا من قبل المحور الذي أتى به، فحاول أنه ياخذ خطوة استباقية ويطرح موضوع الانتخابات النيابية المبكرة. فهذا الشيء كتير اعتبره رئيس مجلس النواب نبيه بري تعدي يعني على صلاحيات المجلس أولا، وعلى دور المناط بحسان دياب، فتم توجيه أسهم الاتهام مباشرة إلى حسان دياب، يلي على فكرة كان يعلم جيدا بموضوع وجود 2750 طن من الأمونيوم نيتريت بمرفأ بيروت، وتم عمليا سحب الغطاء عنه وأدى إلى ما أدى إليه، فتمت إقالته. هلأ اليوم شو بده يصير بالمستقبل بلبنان؟ في حديثين بالشارع أو في روايتين يتم التسويق لها. في رواية أولى تتحدث عن غطاء دولي بقيادة الرئيس الفرنسي ماكرون للطبقة السياسية الموجودة، المنظومة الحاكمة، من أجل تشكيل وبسرعة فائقة حكومة وحدة وطنية بقيادة سعد الحريري، اللي هو عمليا أصبح إلى حد ما يعني رجل فرنسا في لبنان بعد الأحداث اللي حصلت معه بنوفمبر 2017 بالرياض يعني. ولكن مطالب الشارع تقول عكس ذلك، لا بالزبط. تريد للحريري بالزبط. العودة، حتى أن بالزبط. عودته مشروطة بالنسبة إلى ميشيل عون، أليس كذلك؟ بالضبط، العالم بالشارع لا تريد سعد الحريري، لأن جربته لسعد الحريري، الرئيس سعد الحريري شكل ثلاث حكومات، وبالثلاث حكومات اللي شكلها ما كتير قدر يعني. ولكن وجود الجانب الفرنسي سيعطي ثقة ربما أكثر للشارع؟ المعلومات الموجودة هلا بحوزتي يعني، أولا طبعا لا، الدعم الفرنسي لا يعطي ثقة بالشارع، لأنه العالم لو استقبلت ماكرون بالطريقة اللي استقبلته فيها بمارخيل والجميسي، ولكن هناك علاقة يعني عضوية بين اللبنانيين وتحديدا قسم من اللبنانيين وفرنسا من ناحية، فإذا ماكرون دائما رح يحظى بهيدا الاستقبال. ولكن طبعا جميع اللبنانيين وخصوصا الاشخاص المتواجدين بالساحات من لحظه 17 تشرين لليوم، يلي هن جزء منهم استقبل ماكرون بالجميزي ومار مخايل، يرفضون كل الرفض امكانيه تشكيل حكومه وحده وطنيه تحت قياده سعد الحريري. ولكن الخيار الاخر ما هو بشار؟ بعد في بس نقطه، انه سعد الحريري متوجس جدا من عدم دعم الرياض يعني لتشكيله حكومه، اللي لاحظناه بالوقت باخر كم ساعه انه في غطاء عم بيتم تحضير غطاء دولي باستثناء امريكا طبعا والرياض لامكانيه سعد الحريري تشكيل حكومه، ولكن سعد الحريري يبدو يعني مترددا جدا لتشكيل هذه الحكومه اذا ما اخذ دعم من الرياض وواشنطن، وهو يحاول يعني نوعا ما الحصول على هذا الدعم، وأشك بأنه سيحصل عليه، لأن منذ عدة دقائق يعني طلعت مقال بالوول ستريت جورنال تتحدث عن قرار أمريكي اللي نحن عارفين فيه، ولكن تم تعجيله لفرض عقوبات على ناس مقربين من حزب الله أو حلفاء حزب الله
بالتحديد الرئيس عفوا وزير الخارجية السابق جبران باسيل يلي كان مأمن غطاء وشرعية لحزب الله ودوره اللبناني والإقليمي، وعلى أشخاص قريبين أيضا من سعد الحريري. فإذا هذه توقيت حتى هذا المقال على الأرجح ممكن أنه يكبل دفع. لكن أي حكومة يمكن الاتفاق عليها في وجود مثل هذه الخلافات الدولية أو الأمريكية خصوصا؟ يعني هناك محادثات تجري حول ترسيم الحدود مع إسرائيل بموافقة من حزب الله، ألا يعطي هذا مؤشرا بمشاركة هذا الحزب لاحقا في الحكومة أو تقديم تنازلات أكثر من قبلها؟ عمليا يعني الإدارة الأمريكية ولو هي ممكن تكون بآخر أيامها يعني بالبيت الأبيض، إلا أن عم تستكمل عملية السياسة الماكسيموم بريشر اللي تبعتها ضد إيران، النظام نعم. الإيراني وحلفائه أو الأدوات تبعوله بالمنطقة. فإذا نعم. الإدارة الأمريكية تستشعر اليوم ضعف حزب الله بالداخل اللبناني لسبب أساسي أنه الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالبلد منهار عمليا. فإذا حزب الله اللي هو الطرف الأقوى في البلد وربما أحد الأطراف الأقوى في المنطقة كمان اليوم في يعني خاسرته الرخوة مثل ما بيحكوا، هذا التعبير بيستعملها أشخاص بحزب الله، الخاسرة الرخوة تبع الحزب هي لبنان يعني الساحة الأساسية اللي هو انبثق منها. فإذا نعم. إذا في عدم استقرار وفي مشاكل وفي انهيارات بهذه الساحة، فعمليا دوره أو قدرته على التأثير بالمنطقة عم تنحسر. الأمريكان نعم. عم تنحصر، الأمريكان حاسين ومستشعرين بهذا الموضوع، لذلك يضغطون اليوم باتجاه وضع عقوبات لأشخاص مقربين وأشخاص قدموا دعم وغطاء لحزب الله من خارج نعم. حزب الله من نعم. بدرجة أولى، ولاحظوا أنه هلأ ممكن يعني مرحلة يقدروا يسحبوا فيها موضوع أو يسحبوا تنازل معين بموضوع ترسيم الحدود مع نعم. إسرائيل بما يخص المياه الإقليمية وللبدء بالتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 اللي هو متواجد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو مع شمال فلسطين. والخيار الآخر ما هو؟ الخيار الآخر اللي صار من لحظة 17 تشرين لليوم لازم يخلي الطبقة السياسية المنظومة نعم. الحاكمة تعي، لازم تفهم انه في طرف جديد دخل على المعادله السياسيه بلبنان، اشخاص كتله بشريه بعد قيد التنظيم وقيد التحضير. وطبعا هذه احد الانتقادات التي توجه يعني للحراك الموجود بالشارع او للانتفاضه الشعبيه يعني نعم. الموجوده بالشارع. هذه الكتله البشريه ترفض رفضا قاطعا حكومه وحده وطنيه، واللي صار حدث 4 اب او المجزره اللي ارتكبت بحق اللبنانيين يوم 4 اب نعم. زادت من زخم هيدي الكتله البشريه وزادت الدعم لها، لانه في اشخاص ربما كانت بالموقف الرمادي تجاه ضروره التغيير في النظام السياسي اللبناني، التغيير البنيوي. اليوم بات الموضوع اوضح جدا انه خلص هذا النظام وصل لخواتيمه ونريد شيئا اخر، ربما بعيدا عن الطائفيه السياسيه يلي بال100 سنه يلي موجود انوجد فيها هذا النظام من 1 ايلول 1920 لليوم، ادت الى 3 حروب اهليه، أدت إلى اجتياح إسرائيلي وحرب إسرائيلية تانية، أدت لانهيار اقتصادي وإلى سرقة يعني موارد اللبنانيين وإلى سرقة ودائعهم بالمصارف. فإذا لازم نروح على شيء تاني مختلف. اليوم نعم. يتم الحديث عن نواف سلام. نواف سلام هو أولا كان سفير لبنان بالأمم المتحدة وأحد يعني العلامات الفارقة في الدبلوماسية اللبنانية. ونواف سلام اليوم هو أحد قضاة المحكمة العدل الدولية، يعني نعم. هو شخص محترم جدا في لبنان، ولكن فقط من الأشخاص الذين يعني يعارضون حزب الله، لأنه ليه حزب الله يتوجس جدا من دور نواف سلام بإمكانية تشكيل حكومة، لأنه نواف قريب من المجتمع الدولي، قريب من أوروبا، قريب من الولايات المتحدة وغيرها. وأيضا هناك توجس طبعا من قبل سعد الحريري من إمكانية تسمية نواف سلام، لأنه عمليا سعد الحريري اليوم يعيش آخر أيام زعامته السياسية وزعامته السنية تحديدا يعني في لبنان. أي شخصية سياسية سنية ممكن تأخذ منصب رئاسة الحكومة في لبنان وتنجح
عمليا تعني انتهاء سعد الحريري وانتهاء زعامته الى غير رجعه. فاذا ايضا سعد الحريري متوجس، والنظام العميق في لبنان او الدوله العميقه اللي اركانها هن وليد جنبلاط، نبيه بري، نعم، وسعد الحريري او الرفيق الحريري سابقا وسعد الحريري حاليا، ايضا يتوجسون من امكانيه كسر هذه المعادله. فاذا اليوم الجميع يعني متفق من قبل يعني جميع المنظومة السياسية متفقة على عدم تسمية نواف سلام وعدم القبول بنواف سلام. ولكن هون بيجي الدور الأمريكي تحديدا وحتى الدور الفرنسي يلي حط إيده بشبه وصاية حاليا على لبنان. أولا تم تسريب عن الرئيس الفرنسي ماكرون منذ يومين أو أكثر خبر أنه في إمكانية وضع رجالات لبنانية سياسية على لائحة العقوبات الفرنسية وربما الأوروبية، وكان في غمز من يعني حول الوزير الخارجية السابق جبران باسيل، واليوم الخبر الأمريكاني بهذا الموضوع. فإذا هذا الضغط ممكن يولد لتغيير بالعقلية الموجودة حاليا بين أركان المنظومة الحاكمة بطريقة تعاملهم مع ما حصل، لأنه الأخبار اللي بتوصل من لبنان والحكي اللي عم نشوفه حتى بالإعلام، هالأشخاص يلي هني مسؤولين بدرجة أولى وأساسية عن اللي حصل بأربع آب واللي دماء اللبنانيين على أيديهم، عم بكفوا يعني العمل السياسي بنفس الطريقة وبنفس العقلية وكأن شيئا لم يكن يعني. نعم، ويبدو أن هذا كذلك الانقسام السياسي الداخلي انعكس على الموقف الفرنسي مؤخرا الذي قال علانية هذه المساعدات الإنسانية لن تصل إلى أيدي الحكومة إنما للشعب مباشرة. لكن بشار، دعنا نتوقف عند هذه النقطة. زيارة ماكرون أحدثت جدل واسع في الشارع وفي المنطقة. هناك من يراه أنه حاميا لبيروت الإنسان، وبين من اعتبره محتلا قادما بأجندات خاصة في المنطقة. لكن في المقابل هناك صعوبة في إيجاد ما يمكن التوافق حوله أو تحمل مسؤوليته. ما البديل الآن عاجلا في ظل هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة ومساعدات تقدر بمئة مليار دولار وصلت إلى لبنان؟ من الذي، وأنت قلت يعني سابقا في حوار لنا أن البدائل المساعدات الإنسانية تختلف عن العمل الحكومي، وأن المؤسسات الأهلية والمدنية هي التي تباشر أو ستباشر على عملية إعادة الإعمار، ولكن هذه المبالغ ضخمة في ظل وجود فوضى حقيقية في الشارع اللبناني بموضوع الانقسام الحاصل أو اللي حصل على حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بس بحب أوضح نقطة أساسية. نعم. أولاً طبعاً طلعت للإعلام إنه في أشخاص بلبنان مضوا على عريضة بقرابة 50 أو 60 ألف لبناني مضوا على عريضة. نعم. من أجل إعادة نوع من استعمار أو انتداب يعني فرنسي للبنان، ولكن هذه مزحة سمجة يعني تم تضخيمها في الإعلام. بس هيدي إذا دلت على شيء تدل على أنه الثقة بين اللبنانيين، المواطن اللبناني والمنظومة الحاكمة في لبنان تم يعني فقدت على الآخر، وهؤلاء أشخاص غير يعني مؤهلين للحكم بعد اليوم. يعني الرئيس الفرنسي بيقدر ينزل يتمشى بالمنطقة المنكوبة بمار مخايل والجميزة، وما بيقدر ولا سياسي لبناني ينزل على هيدي المنطقة، ومن حاول النزول حتى الذين هم ليسوا متحزبين ولكن كانوا مشاركين تصدت لهم حجارة غضب الشارع. نعم، ومن جهة أخرى هناك نوع من نفاق سياسي يعني يمارسه تحديدا محور حزب الله، لأنه لمن بيتحدثوا عن ماكرون بأنه مستعمر وجاي يحط وصاية فرنسية على لبنان إلى آخره، هن بيحاولوا يعني يغطوا على الخبر الأساسي من كل الاجتماع اللي حصل على فكرة بقصر الصنوبر، اللي هو أنه ماكرون التقى بكل الزعماء يعني أو ما تبقى من زعمتهم اللبنانيين مجتمعين، ومن ثم اختلى بمحمد رعد يلي هو نائب عن كتلة حزب الله ورئيس كتلة حزب الله عمليا والممثل لحزب الله في هذا اللقاء. فإذا يعني إذا أنتم بتعتبروه مستعمر لماكرون، ليش اجتمعتوا لوحده لوحدكم معه؟ هيدي من محل. من نقطة تانية، اليوم الكارثة في لبنان كبيرة جدا، ولكن اليوم في فرصة استثنائية أمام اللبنانيين وأمام المجتمع الدولي لتصليح مسار هذا البلد الذي ينحدر مساره منذ انتهاء الحرب الأهلية. يعني نحن أحد الأخطاء الكبيرة جدا اللي تم ارتكابها بالحرب الأهلية هو أنه الأمراء الحرب هن تم
توزير وتم تعيين كزعماء وتم العفو عنهم ولم نعم. تحصل عملية محاسبة ولا عدالة انتقالية طيب. ولا بخصوص المحاسبة نعم. ولكن عذرا على المقاطعة تفضل أكمل بشار. نقطة أساسية هي أنه اليوم منطقة مارم خايل والجميزي والمرفأ بالإمكان نعم. إعادة أعمارهم، والفرنسيين والأتراك يتكلمون وغير دول تتكلم عن تسديد هذه الفاتورة، والإماراتيين ربما هذه ليست مشكلة، وحتى المساعدات الإنسانية يمكن يعني إيصالها للبنانيين من غير المرور بالإدارات الحكومية والدولية والتابعة للدولة اللبنانية نعم. اليوم التحدي الأساس هو إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني، وأي اقتصاد نريد أن نذهب إليه في عملية إعادة الإحياء يعني نعم. التحدي هو أمام يعني تطبيق الإصلاحات المطلوبة من أجل الحصول على أموال IMF صندوق النقد الدولي ومؤتمر سادر. هنا التحدي، وهنا التحول البنيوي اللي ممكن يصيب النظام السياسي اللبناني إذا ما استطاع المجتمع الدولي بالإضافة للضغط الشعبي الحاصل بشوارع لبنان تطبيق أو فرض تطبيق هذه الإصلاحات. طيب، أحيل ملف انفجار المرفأ إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، وقد انقضت المهلة المحددة من المجلس الأعلى للدفاع لإصدار الحكومة تقريراً يوضح ملابسات الثلاثاء الأسود، وما فعلته السلطات هي أنها أوقفت 20 شخص على ذمة التحقيق من مهندسين ومسؤولين، إلا أنها لم تستجوب أي وزير حتى هذه اللحظة. هل تعتقد، وأنت قانوني يعني، أن تلك التحقيقات تفتقر إلى الحيادية وأنها غير مستقلة؟ من أكثر الأمور اللي ألح عليها الشارع اللبناني وقت نزل ب 17-20 ليتظاهر كان نعم. ضرورة استقلالية القضاء، والقوانين اللي ممكن تحقق هيدا الشيء موجودة بالدارج تبع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن يرفض البرلمان اللبناني تقرير أو يعني الموافقة على هذه الإصلاحات. لذلك لماذا؟ لأن القضاء بلبنان قضاء مسيس، يتم تعيين القضاة في لبنان من نعم قبل ولكن الزعماء. نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة، هناك مسؤولية، هناك معلومات تفيد كما أشرنا في الحديث حول وجود يعني هذه الأطنان من المتفجرات. ماذا ينتظر أكثر من غضب الشارع ومظاهرات أكثر من أسبوع تقريبا؟ ما هو نحن إذا بدنا نشوف الأمور من هيدي الواجهة أو من هذه النقطة تحديداً، بدنا نشوف أنه القضاة الموجودين حالياً بأغلبيتهم الساحقة هن نعم. متورطين بملفات فساد، يعني بغض النظر عما حصل بيوم 4 آب بالمرفأ هن متورطين. هذه منظومة يعني بدنا نشوفها ك يعني سبايدر ويب، يعني سبايدر ويب لنفهم أنه كيف بتم التعامل بلبنان. فإذا نعم. أولا المجلس الدفاع الأعلى تم أو عين بدري ظاهر اللي هو مدير عام الجمارك حاليا كأحد المحققين بالملف، وهذه يعني ما في شيء مستفز أكثر من هيك. بدري ظاهر اليوم هو موقوف وأحد المتهمين يعني بعلمه عن أو بمسؤوليته أيضا عن الانفجار اللي حصل، إضافة إلى رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يعني يلي امبارح تم الكشف عن علمهم بالموضوع. لذلك وضع القضاء بلبنان اليوم غير مؤهل للأسف يعني للتعامل مع هكذا. إذا كيف يمكن فتح تحقيق بتشكيل فريق للتحقيق مثلا أن يكون دولي للخروج بنتائج شفافة؟ كيف يمكن إذا الوصول إلى تلك النتيجة؟ هلا أنا رح أعطيكي الوجهتين النظر. أولا في توجس بلبنان من أخبار التحقيقات الدولية لسببين. السبب الأول هو أنه الطرف المسيطر بلبنان عمليا محور حزب الله بحاول يشيطن كل شيء ممكن يؤدي إلى تدويل الأزمة اللبنانية، لأنه عنده تجربة مريرة مع ما حصل بموضوع اغتيال الرئيس السابق رفيق رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والمحكمة الدولية، فهو متوجس من هذا الموضوع. طبعا لا يحق له التوجس لأنه عمليا المحكمة الدولية بعد ما عملت تحقيقاتها ويعني المحاكمة رح تخرج علينا بعد كم يوم ب
حكم يعني. نعم. هيدي من ناحية. من ناحية تانية في حتى تجربة التحقيق الدولي فيما يخص قضية اغتيال رفيق الحريري، الرئيس رفيق الحريري، كمان كان في عليها كتير يعني انتقادات وحصلت أخطاء كبيرة إلى ما هنالك. فاللبنان اليوم يعني محتار شو بده يعمل، ولكن إمكانية تدوير الأزمة ليس من يعني ليست من منطلق لبناني، إنما من منطلق دولي، لأنه في كمية من الجنسيات أو الأشخاص اللي كانوا متواجدين من جنسيات مختلفة في لبنان وسقطوا ضحية الانفجار اللي حصل. يعني عنا فرنسيين، عنا إيطاليين، عنا مرت السفير الهولندي الموجود في لبنان، إضافة إلى أشخاص ألمان أيضا. فإذا إمكانية فتح تحقيقات دولية في الموضوع ممكن أن تأتي من الخارج وتفرض حتى على الأشخاص أو على المنظومة. ولكن كيف لذلك وأن فتح تحقيق طبعا مشكوك بأمره داخليا، ولكن هو أيضا محط خلاف بين القوى السياسية بشار؟ لانه عمليا بلبنان للاسف ما في اي حس للمواطني، ما في اي حس مع العالم، يتم تسييس وتطييف كل شيء. يعني في اشخاص اليوم بلبنان عم بيقولوا ليش الانفجار صار بمنطقه غالبيتها مسيحيه ومش غالبي ومش اسلام يعني، وهكذا دولك. في يعني في ما بعرف جو عام يعني من ترسبات نظام عمره 100 سنة وحروب أهلية بعدها موجودة، ونحن بلبنان عم نتظاهر ضد هذا الشيء تحديدا. لذلك لذلك النقطة الأساس هي أنه التحقيق ممكن لجان تحقيق دولية أو لجنة تحقيق دولية لدول فقدت مواطنين لها في لبنان ممكن ينزع فتيل هذا الكلام حتى في لبنان ويوصل اللبنانيين إلى ممكن حقيقة معينة. ما يحدث اليوم هو عمليا محاولة النظام الموجود في لبنان تبرئة نفسه والهروب من الاتهام من خلال ما ترونه يعني على شاشات الإعلام من مواجهات والإشارة بأصابع الاتهام على يعني بالمسؤولية على بعضهم البعض. يعني هيدا النظام عم بيتصرف بتواطؤ كله مع بعضه، هن ليسوا على خلاف ابدا، يحاولون حمايه انفسهم اليوم. والتحقيقات الاوليه والمعلومات الاوليه يلي وصلها ان كان ناشطين او صحفيين لبنانيين ودوليين بيقولوا لك انه اغلبيه الوزراء والاجهزه الامنيه والحكومات المتعاقبه ورؤساء الجمهوريات كانوا على علم بوجود هالكميه من الامونيوم نايتريت بمرفق بيروت. فاذا النظام كله متهم اليوم بما فيهم حزب الله. نعم نعم، ولكن دعنا نفسر هذا للمشاهد الكريم حول عمل تصريف الأعمال اليوم هذه الحكومة اللبنانية. ما هو المنتظر؟ هناك دعوات لانتخابات مبكرة، هناك دعوات أخرى من الشارع بإسقاط الحكومة الحالية وكل من يكون له علاقة بها من بعيد أو قريب. إذن لمن ستلجأ يعني هذه المطالب؟ عمليا هذه الحكومة انتهى دورها، حكومة تصريف الأعمال ما بتقدر تاخذ ولا أي قرار، بس بتصرف أعمال، بتمضي يعني على الأعمال الروتينية تبع الحكومة من تخليص أوراق وإلى ما هنالك. النقطة الوحيدة اللي كان بإمكان حسان ديابي يمرقها، ولكن طبعا مستحيل يعمل هيك، هو التوقيع على التحقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان اللي هي هيدي قضية كتير كبيرة. طبعا ما عمل هيدا الشيء حسان دياب لأنه ما بيقدر، يعني الطرف اللي جابه هو مانعه أصلا. اليوم هذه يبدو أنه في محاولة تسريع عملية تشكيل الحكومة. نحن بنعرف دايما أنه هذه أصعب، خصوصا من 2005 لليوم باتت عملية تشكيل الحكومة بلبنان من أصعب الـ يعني التاسكس، لأنه بتفوت عملية المحاصصة وأنا بدي هيدي الوزارة ولا أنا بدي هيدي، وتم تقسيم البلد يعني إلى إلى جوائز يعني والناس إلى جوائز. فإذا اليوم الشيء الوحيد اللي ممكن غيره الانفجار بعقلية هذه المنظومة لأنها بتستشعر خطر وجودي على نفسها، هي محاولة تسريع عملية التشكيل. ولكن كما حكينا منذ عدة دقائق العملية لو هن للمرة الأولى ربما متفقين بين بعض، خصوصا على تسمية سعد الحريري، المجتمع الدولي يلعب دور أساسي في فرملة اندفاعة هذه المنظومة وإمكانية تشكيل سعد الحريري لحكومة. ولكن مش هذا الشيء ما بيعني أنه سعد الحريري ما رح يشكل حكومة، ممكن وعلى الأرجح
بمحاولة أخيرة لإنقاذ نفسها، إن هاي المنظومة يعني تدفع بسعد الحريري لتشكيل الحكومة، ولكن هذا الشيء رح يعني يترتب عليه تبعات منها، إنه عدم قدرتهم على تطبيق الإصلاحات المطلوبة منهم، لأنه نعم. كان عندهم فرصة بال2018 وفشلوا، بالإضافة نعم. إلى فكرة إنه ما رح يجي مصاري على البلد، وهذا الشيء صار العالم كله واضح فيه، يعني من أستراليا للولايات المتحدة، إنه المساعدات والأموال يجب أن تأتي إلى الشعب اللبناني، والأموال الأهم اللي هي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني تأتي بعد تطبيق الإصلاحات. نعم نعم، كل هذه الأمور اليوم هي على يعني على الطاولة. هل هي في محادثات حتى هذه اللحظة من الجانب الفرنسي واللبناني؟ ما الذي يجري حاليا؟ يعني مثل ما حكينا، نواف سلام كان انحكى باسمه منيح، خصوصا بآخر 24 ساعة. اليوم صار في يعني بغضون دقائق طلع خبر على الإعلام إنه الثنائي الشيعي يعني أمل وحزب الله يرفضون تسمية نواف سلام للأسباب اللي حكيناها ولتوجسهم من دور نواف سلام، وطبعاً هن عم بياخدوا الأمور بصدرهم دفاعاً عن بقية الأفرقاء، يعني بيرفضوا نعم. نواف سلام، ولكن نعم. بيرجعوا بينفوا هيدا الموضوع، ولكن إنه إذا في شيء بنقدر نستخلصه من ما يحدث هو إنه فرنسا اليوم تشرف على عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى حد الآن. نعم. غدا يصل ديفيد هيل إلى بيروت. ديفيد هيل أحد مساعدي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. يصل نعم. ديفيد هيل إلى بيروت، وربما يحاول أخذ زمام المبادرة من الطرف الفرنسي، لأننا نعلم أنه فرنسا وأمريكا منن على نفس الموجة بطريقة تعاملهم مع الوضع في لبنان. يعني مثلا الرئيس الفرنسي التقى واختلى بحزب الله، بينما الأمريكان طبعا يعتبرون حزب الله منظمة إرهابية، وهم يحاولون يعني الحد من انتشاره ونفوذه في لبنان. فإذا زيارة ديفيد هيل غدا ممكن يتغير دينامية ما يحدث في لبنان وديناميه تشكيل الحكومه، نعم. ولكن التريث ايضا هناك من قبل سعد الحريري مرتبط دغري بزياره ديفيد هيل بكره. نعم، هناك استياء من الموقف الامريكي. نيويورك تايمز تحدثت عن اعلان ترامب وكانه يعني رئيس او قائد ميليشيا في لبنان، هكذا وصفت بالقول، يعني حينما خرج وقال أنها مؤامرة وأن هذا الانفجار ناتج عن قنبلة، في حين أن الموقف الفرنسي كان داعم للشارع أكثر وحظي باهتمام ويعني فرصة كذلك الاحتضان من قبل الشارع الذي يمر بأزمة كبيرة للغاية. هل تعتقد إذن الأيام المقبلة نتحدث عن إشراف علني للجانب الفرنسي، وأسماء إذا لم تخرج من الفرنسيين ستكون يعني داعمة لفكرة الوحدة الوطنية أو يتوافق عليها الأطراف الثلاثة؟ هو هون التوجس الحقيقي من قبل الشارع اللبناني من الدور الفرنسي، يعني في علاقة تاريخية تربط فرنسا مع لبنان، ولكن في خوف حقيقي من الدور الفرنسي بإعادة تعويم هذه المنظومة من خلال إعطاء ضوء أخضر، إعطاء الرئيس الفرنسي ضوء أخضر للأفرقاء بلبنان لتشكيل حكومة وحدة وطنية. الفرق بينه وبين الإدارة الأمريكية إنه الإدارة الأمريكية واضحة جدا ب يعني معركتها مع النظام الإيراني وأدواته الموجودة في المنطقة. نعم، نعم، وحزب الله تحديدا. فإذا يختلفون، هن يختلفان بالمقاربة طبعا. اللي لازم يصير واللي هو عمليا كتير سهل على الورق بس كتير صعب انه يتحقق، هو نعم. انه لبنان يعني اغنى شيء لبنان فيه هو موارده البشرية، في لبنانيين نعم. منتشرين بكل يعني بقاع العالم وبارزين، اشخاص بارزين، مش كل اللبنانية طبعا، لا اريد التعميم ابدا، بس انه في نعم. اشخاص بارزين بادوارهم بمختلف القطاعات مثل طيب. اي بلد بالعالم يعني. فاذا باستطاعة هذه المنظومة الاتيان يعني وحتى المجتمع الدولي أن يضغط بهذا الاتجاه باتيان بحكومة مستقلين اختصاصيين، ليس نعم. حكومة تكنوقراط مثل ما حصل مع حسان ديابي اللي كانت بدعة ونوع من يعني غطاء للتحالف الأساسي الحاكم البلد. يأتون بحكومة مستقلين اختصاصيين تطبق الإصلاحات،
تفتح قوة بالجدار اللبناني اللي نحن مصطدمين فيه لنا 10 سنين تقريبا، ومنروح على تفكير بلبنان أولا كنظام سياسي، وثانيا كنظام اقتصادي، وثالثا كدوره بمحيطه يعني الإقليمي. ما في بقى لبناني ضل قاعدة عسكرية لا ميليشيا حزب الله، لا الانخراط بمعارك جانبية في المنطقة، ولا ويتسبب بعداء مع محيطه العربي تحديدا والمجتمع الدولي، وبالآخر نحن نضلنا قبلانين بهذا الموضوع. نعم. وتأكيدا على ذلك ما حصل في بيروت نهار السبت عندما تظاهر اللبنانيين، يعني هو سابقة بتاريخ لبنان يعني، وهو تحطيم لكل خطوط الحمر عندما تم تعليق مشانق السياسيين اللبنانيين جميعا في ساحة الشهداء. هذه المرأة باتت أكثر جرأة من المظاهرات أو حتى المطالبات الأخرى. أنت كلبناني، رسالتك اليوم عبر منصة تي آر تي عربي، ماذا تقول لأولئك الذين يتظاهرون في الشوارع، الذين فقدوا أفراد من عائلتهم ومنازلهم ويرفعون شعار السلام؟ يعني أولاً بعزيهم، وكثير ضايقت من فكرة أنه ماني موجود إلى جانبهم طبعاً بهيدي اللحظات، لنكون عم نحاول أولاً نشيل الناس من تحت الركام وننفض الركام عن مدينتنا وقلب النابض عمليا. من ناحية تانية بعرف انهم كتير تعبانين ومقهورين وإلى حد ما يعني مهزومين، ولكن ما يحصل اليوم هو يعني نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلد يعني. لذلك اللي له 10 أشهر بالشوارع عم بيتظاهر، ويلي هي أتت على عمل تراكمي بآخر 10 سنين من أشخاص كانوا عم يتظاهروا أيضا، هي السبب الأساسي لليوم منشوف لأول مرة المنظومة الحاكمة والأمراء الحروب الحاكمين يعانون أمام عيوننا. لذلك هذا الشيء لازم يكون نقطة إيجابية ونقطة دفع للمظاهرات ولا محاولة إسقاط هذا النظام يلي ذبحنا وقتلنا وشردنا وسرقنا. الطريق طويل، ولكن نحن اليوم بنصف هذا الطريق ولسنا في بدايته، وعلينا المضي قدما. نعم، كما يقول نزار قباني وصوت العرب اليوم اتجاه بيروت: قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان، قومي من حزنك، قومي إن الثورة تولد من رحم الأحزان. عزاءنا لك بشار ولكل اللبنانيون الصامدون هناك. شكرا جزيلا لك الأكاديمي والقانوني بشار الحلبي على هذه المقابلة. شكرا. شكرا إسراء. ومتابعينا الكرام، أشكركم، أنا إسراء المدلل، على المتابعة، وألقاكم في لقاء آخر وجديد وموضوع على تي آر تي عربي. إليكم مني أطيب المنى والتحية، وإلى اللقاء.